وأضاف شومان أن ظن البعض تغيير الحقيقة التاريخية للقدس ما هو إلا وهم، مؤكدا أن القدس الشريف كان ولا يزال وسيبقى إسلاميا وعربيا. تراثنا ليس هو المسؤول عن زرع كيان صهيوني على أرض العرب نكل أتباعه بالأطفال والرجال والنساء وطردوهم من أرضهم بما يعي الحاصر عن حصره، وليس هو المسؤول عن استعداد أكبر دولة ترفع راية الحريات، عن إعلانها عزم نقل سفارتها إلى القدس الشريف ظنا منها أن هذا يمكن أن يغير من الحقيقة التاريخية للقدس، وهذا وهم لا يثبت أي آثار لا الآن ولا إلى أن تقوم الساعة. فالقدس كان ولا زال وسيبقى عربيا إسلاميا حرا لكافة أتباع الديانات.